نتواصل معكم مشاهدي قناة النيل الأزرق ومتابعينا عبر هذه الفعالية من داخل مؤسسة الزهراء القرآنية الخاصة، تحتفل بالمعرض السنوي الذي يحتوي على معرض تراثي ومعرض في مختلف المجالات. أنا سعيد من خلال هذه المساحة أنه يكون معي المدير العام لمؤسسة الزهراء القرآنية الخاصة. مرحبا بك أستاذ عصمت خليل، سعيدين نكون معكم الليلة، ولمرات كثيرة بنتواجد معاكم، ودائما مؤسسة الزهراء حاضرة في كل المناسبات، إقامة معارض سنوية، تحتفل بالأعيام الوطنية، بكل المناسبات المختلفة. نتكلم عن المعرض السنوي هذا العام، ولسنوات طويلة ماضية ظلت مؤسسة الزهراء تقيم عدد من الفعاليات. الشكر كل الشكر لأخواننا في قناة النيل الأزرق، وجزاهم الله خير. يعني يمكن طوال مشاركيننا والله كلها احتفالات المدرسة، والناس بتشاهدها يعني على قنواتكم، ما شاء الله يعني ما محتاجة لأي إضافات، يعني الحمد لله، يعني هي تثني على نفسها بنفسها. حقيقة نحن يمكن المعرض الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى، يمكن من بدينا هذه المؤسسة درجت على عمل ربط المدرسة والتلاميذ وأولياء الأمور كلهم من المدرسة مع بعض، وحتى نحن نقدر الناس أول الناس تبدع وتصير المواهب، دي نمرة واحد. نمرة اثنين التلاميذ نوع من التغيير برضو، مشاركة أولياء الأمور في هذا المعرض، مشاركة الأمهات، معلمين المدرسة، إدارة المدرسة، مؤسسية المدرسة، كل هذه الفئات ساهمت في هذا المعرض والمعارض السابقة. يمكن نحن أخذنا فترة بتاعة سنتين الفاتت اللي هي كان فيها الظروف بتاعت كورونا والمشاكل الظاهرة بالنسبة لنا السودانيين، ودي يمكن كانت فيها تغليص العام الدراسي، وما قدرنا احنا نتوفق عشان نعمل معارض في السنوات الفاتت السابقه اللي سنتين او ثلاث سنه الفاتت دي، لكن عدنا الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى، وانتم شاهدتوا الحمد لله المعرض، وكان فيه مجهود كبير جدا والله من مشاركين في على جميع المستويات بتاعت المدرسه، كان معلمين او صديقات المدرسه لهم الشكر الجزيل، يعني شاركوا حتى في افتتاح المعرض وجهزوا حتى وجبة الإفطار، دي منهم هم يعني مساهمة منهم في عمل المعرض، والحمد لله يعني يمكن إن المعرض بيشمل كل الشعب بتاعت المواد الأكاديمية. أستاذ عصمت خليل، عن بداية افتتاح المعرض وجدنا إنه افتتاح على مستوى عالي، على مستوى قيادات المحلية، معلمين، آباء، أمهات، الأسر. استمرار المعرض لأقل من أسبوع على عرض موروثات سودانية مختلفة، من أهداف المعرض كما ذكرت أنه ربط الأبناء، معرفة ثقافة البلد وغيرها من الأشياء. اليوم الختامي حضور على مستوى عالي جدا من الأسر، من الأهل، من الأحباب، في علاقة حميمية جميلة جدا ما بين المؤسسة وما بين أولياء الأمور والطلاب. والله ودي سر إبداع الزهراء، يعني يمكن ترابط أولياء الأمور والأمهات بهذه المدرسة، وما دعونا الاجتماع إلا وكان حضور 100% أولياء الأمور الأمهات، وده ساعدنا كثير جدا في توصيل الرسالة بتاعتنا وليهم، ومعالجة كثير جدا من الأمور والمشاكل اللي بتحصل مع التلاميذ، ويكون البيت ذاته متابع معانا، وكان ده لهم دور كبير جدا والله حقيقة يعني. طيب لو رجعنا وتكلمنا عن سر نجاح مؤسسة الزهراء القرآنية الخاصة لسنوات طويلة. التوفيق من الله سبحانه وتعالى، ده يمكن في الأول، والحمد لله، ثم إدارة المدرسة على مستوى مدرسة البنين، مدرسة البنات، أستاذ عبد الله عبد الباسط، أستاذة مقبولة، والكوادر التابعة لهم من المعلمين، يعني الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى كان استقرارهم، يعني في المدرسة تأسست 2003، وحتى يومنا هذا في معلمين معانا من 2003، يعني نحن نسمع كثير جدا من تنقلات المعلمين، لكن الحمد لله الزهراء قدرت تحتفظ بمعلميننا، وده سر نجاحها يعني الحمد لله، وان شاء الله برضه مزيد من التوفيق باذن الله. عن تنظيم مؤسسه الزهراء لعدد من الفعاليات في مناسبات سودانيه مختلفه، نتكلم عن اعياد الاستقلال، عن المناسبات الوطنيه المعروفه. والله الحمد لله، يمكن أعياد الاستقلال طوال درجة المدرسة الاحتفال بهذه المناسبات القومية، عيد الاستقلال، ويمكن كنتم حضرتوا معنا في مناسبة كانت مع المكفوفين،
وكانت يعني حقيقة يعني بادرة طيبة جدا من قناة النيل الأزرق كونها تستضيف المكفوفين في مدارس الزهراء القرآنية. ويعني والله يعني أنا ممكن إعادة هذه الفقرات يعني شيء جميل جدا، وكان يعني بيرجعنا للأعياد بتاعت الاستغلال والظروف بتاعت المكفوفين دي نفسها، يعني دي لمسة كانت بارعة جدا والله من قناة النيل الأزرق، ونشكرهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمروا بنفس النهج إن شاء الله. قبل ما نمشي منك أستاذ عصمت، رسالة حابب توجهها لكل الناس اللي شاركت في المعرض السنوي في الفعاليات المختلفة، لكل الناس اللي كانت قريبة من المؤسسة. الشكر كل الشكر لمعلمين المدرسة، يعني يمكن نحن الإجازة سبب نجاح بس حتى سبب نجاح المعرض. أرجع لك شوي ورا يمكن ال 15 يوم اللي هي كانت العطلة، لأن المعرض كان المفروض يكون بعد العطلة طوال مباشرة، و يعني بعد الامتحانات وقبل العطلة، وبالقرار بتاع وزارة التربية اللي هي العطلة بتاعت 15 يوم سابقة للامتحانات، الحمد لله معلمين استفادوا من هذه الفترة ال 15 يوم، وكان فيها مجهود كبير جدا، يعني المعلمين والله قاعدين بالساعات الطويلة الساعة 3 والساعة 4، وكان في مجهود كبير جدا ومصرين على أن العمل ده يطلع بصورة مشرفة يليق بالزهراء. ايضا في برضه كثير من الجهات برضه ساهمت معانا نحن في هذا المعرض، وعلى سبيل المثال عندنا كلية العلوم جزاهم الله خير، الحيوانات البريه ومدونا بالحيوانات البريه ايضا، وكلية الاسماك جبل اولية جزاهم الله خير، دي الدرجه دائما والله المشاركه معانا في معارضنا اللي بنقيمها نحن سنويا، ومدونا بهذه المواد، وكان لها تاثير كبير جدا على المعرض واقفض عليه شيء يعني شيء جميل. ايوه نعم، وايضا التحيه لامهات الزهراء جميعا صديقات المدرسه على وجه الخصوص، يعني ساهموا مساهمه كبيره جدا، ولهم التجله ولهم التقدير. وايضا معانا كان برضه من ام درمان الوطني، ودل والله برضه عندهم اشادات ومعاملات خاصه برضه مع المدرسه، سهلت كثير جدا من امور المدرسه ايضا. وايضا في التراث بعض الامهات، ايوه نعم، كل الجهات والله الحمد لله شاركت معنا، وايضا الاسعافات الاوليه اخونا صلاح يعني يمكن شارك وعكس كثير جدا من بعض الامور، يمكن التلاميذ استفادوا منها كثير جدا والله في حاله الاسعافات الاوليه. من داخل مؤسسه الزهراء القرانيه الخاصه تحتفل بالمعرض السنوي من خلال إقامة معرض تراثي ومعرض في مختلف المجالات. أنا سعيد من خلال هذه المساحة أن تكون معي المعلمة نهلة محجوب الطاهر، معلمة في مؤسسة الزهراء القرآنية الخاصة. مرحبا بك أستاذة، سعيدين نكون معكم الليلة ونحضر معكم المعرض السنوي. معرض ما شاء الله وجدت فيه مجموعة من الشعب من خلال بداية المعرض وحتى ختام المعرض اليوم، إقبال كبير من الأسر وارتباطهم بالمؤسسة. تكلم عن الجودة ورسالتكم شنو من خلال هذا المعرض السنوي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نعم الإلهي على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأبناء. نرحب بكم قناة النيل الأزرق، زرتم سهلا، زرتم دارنا ونزلتم سهلا، وضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. أنا بالنسبة لمدارس الزهراء بالنسبة لهم بالرغم أني أنا جديدة في هذه المدرسة، لكن وجدت حفاوة جدا من أسرة المدرسة الأستاذ عصمت خليل الطاهر وهذه المؤسسة العريقة التي أسست عام 2003 وانتقلت إلى المبنى هذا عام 2016. طيب مع طبعا مدارسنا منابرنا ولزهرائنا نبدي إبداعنا أو نظهر إبداعنا. هذا المعرض يعني أقيم في وقت وجيز جدا جدا وفي زمن قياسي بالرغم من ضغطة الامتحانات وظروف الامتحانات اللي هي في الأسر والأبناء وكذا، لكن الحمد لله تم بحمد الله وتم عمل جميل ورايح في زمن قياسي الحمد لله، والإقبال كان كثير على من أولياء الأمور، وهذه المعارض يعني بتنمي مهارات الطلاب ومشاركاتهم بالنسبة لهم، بالنسبة للمدرسة، بالنسبة للمدرسة يعني بتنمي كثير من الأفكار، بتجدد أفكارهم وتجدد نشاطاتهم وفي هذه المدرسة العريقة. Thank you.
برضو معنا مشاهدي قناة النيل الأزرق انتصار عبد الله، معلمة في مؤسسة الزهراء القرآنية الخاصة. مرحبا بك أستاذة انتصار. نتكلم عن إقامة المعرض السنوي وأهميته بالنسبة للطلاب والطالبات في هذا العام. أيوة، بالنسبة للمعرض تنوير بكثير من المعلومات العلمية والجغرافية والتاريخية، تنوير التلاميذ وتنوير ولاة الأمور وتنوير كل الأهالي وكل من يزورنا في هذه المدرسة العملاقة. لو رجعنا وتكلمنا عن مدى تفاعل الطلاب والطالبات مع المعرض السنوي، وخاصة أنه مدرسة الزهراء لسنوات طويلة جدا تقيم مثل هذه المعارض. أيوة، لفتة بارعة بالنسبة للطلاب، وتغيير من جوانب النواحي الأكاديمية للنواحي الأخرى، وتغارب في تغارب بين المعلمين والمعلمات والتلاميذ، واستفادوا كثير من هذه، هم بيشرحوا وبنوروا كل من يزور هذه الأجنحة، من جميع الأجنحة، إذا كان شعبة اللغة العربية، الإنجليزية، التاريخ والجغرافيا، الرياضيات، العلوم، وكل الشعب بنوروا بالمعلومات الكافية ويكتسبوا شجاعة أدبية وصغة بأنفسهم. طيب لو رجعنا وتكلمنا برضو عن دور أولياء الأمور وارتباطهم بالمدرسة من سنوات طويلة، بنجد إنه في علاقة جميلة ما بين مدرسة الزهراء وأولياء الأمور، سواء كان الآباء والأمهات وغيرهم. أيوة، ولاة الأمور طبعا بالنسبة للأمهات في علاقة ودية، في صداقة، في علاقة حميمية جدا جدا بين المعلم والأسرة، وفي تغارب وفي رباط وثيق وبين الأسرة بتحت المدرسة والأسرة بتحت التلميذ. لسه معاكم مشاهدي قناة النيل الأزرق من داخل مؤسسة الزهراء القرآنية الخاصة، وهي تحتفل بالمعرض السنوي. أنا سعيد إنه يكون معي محمد إبراهيم، ولي أمر طالب علي محمد إبراهيم. علي محمد إبراهيم، مرحبا بك محمد إبراهيم. سعيدين بهذه الحفاوة الجميلة، بالحضور الجميل. إنكم من الأهل، من الأسر، في ترابط جميل ما بينكم ما بين المدرسة، وفي علاقة قوية من خلال فعاليات المدرسة، كنتوا قريبين من الطلاب. إقامة معارض زي دي من خلال هذه المدرسة، أول حاجة المعارض مثل هذا الشكل هي تنوير بالنسبة لأطفالنا وبالنسبة لأفراد أكبادنا، والشيء الثاني بيخلق رابط أسري جميل جدا بين الأسر وبين المدرسة، وبيكون الطالب هو لاقي أسرته الصغيرة في البيت، والأسرة الكبيرة نحن نقول المدرسة، لأنه كل الوقت بيكون قاعد وين؟ في المدرسة. والشيء دي تنوير، وفي نفس الوقت دراسة مصغرة بطريقة يمكن تكون يعني يمكن ما مشاهدة بس، بدون نطق يعني هذا المعرض. وإن شاء الله ربنا يدوم الأفراح، وإن شاء الله ربنا يلمنا في معكم بساعات خير، وجزاك الله خير وبارك الله فيكم إن شاء الله. منك محمد إبراهيم رسالة شكر حاب توجهها للمدرسة، للمعلمين، لكل الناس على إقامة اليوم الجميل ده. والله نشكر أول حاجة وزارة المدرسة بكل طاقمة على رأس الأستاذ عصمت، وكل الأساتذة اللي يمثلوا مدرسة الزهراء. الختيم والدة الطالبان مصطفى عاطف والخلود عاطف. والله ما شاء الله المعرض يعني دائما سنويا مقام، وكل مرة احنا نطلع بإفادة جديدة، يعني احنا أولادنا مشتركين، نحن بنجي نحضر المعرض أكيد بنطلع بحاجات مفيدة ومهمة، يعني أهم شيء التراث، أهم شيء يعني في حاجات كده يعني الواحد بيطلع أكيد بفايدة، وأولادنا مستفيدين يعني فايدة ما شاء الله، وأولادنا مشتركين يعني بيرفعوا من القدرات الفنية اللي عندهم، يعني حتى المدرسة يعني ما شاء الله عليها قايمة بكل الحاجات، يعني متكفلة بكل الشيء اللي بيعملوا. طيب أكيد طبعا أكيد، يعني كون الطالب ده يعني يطلع قدراته الفنية دي حاجة ما بعدها، يعني الحاجة الثانية يعني الطالب ما شاء الله عليه في المدرسة أكاديمية ما شاء الله، يعني فنية ما شاء الله. ده طبعا أول حاجة تم باجتهاد كبير وبمجهود جبار من المعلمين في فترة بسيطة شديد، كويس. والفكرة فيه كان إنه نحكس اللغة الإنجليزية، لأنه فيها مشكلة بصورة عامة في كل المستويات بتاعتنا، إذا كان أساس أو ثانوي أو متوسط، كويس. فالفكرة كانت إنه شنو نحاول نبسط اللغة، بنبسطها من حيث شنو المضمون بتاعها، بنقدمها في يعني
وسائل بسيطة كده ده بالنسبة للطالب وللزائر يكون شنو محبوبة هي ذاتها، غير انها تكون بسيطة تكون محبوبة. بعدين الحاجة كان بتميز المعرض انه الناس اللي بيقدموا كانوا طلاب، يعني هم اللي بيشرحوا كان للضيوف الزوار وبيعكسوا فهمهم وقدراتهم بالنسبة للطلاب، وكانوا هم سعيدين شديد في الحتة دي. يعني هسه هم اذا كان من الجانب الثقافي او من الجانب الفني بالنسبة للمدرسة بصورة عامة، في يعني بتحس انه انبهار من الطلبة بانهم قدروا يقدموا حاجات هم ما متوقعين انهم يقدموها في يوم من الايام، ودي ساعدتنا ذاتنا انه نخرج المواهب بتاعتهم ونبني شخصيتهم. يعني لقدام مثلا لو في اعمال اكثر من كده قابلتهم في المرحلة الثانوية او الجامعية بيقدروا ينجزوها بكل بساطة، لانهم بيجوا عندهم الخبرة اكتسبوها من اللحظة دي. كويس؟ برضه اولياء الامور كان لهم دور، يعني شاركوا برضه بافكارهم، ما قصروا معانا بابداعاتهم، حتى بالجانب المادي بتاعهم كان في مشاركة منهم. دي حاجة احنا بنشيد بها وبنشكرهم كثير. وبنشكر إدارة المدرسة كمان وفرت أي حاجة نحن كنا محتاجين لها، يعني نحن ما حصل قلنا دايرين شيء وتأخر في إنه يصلنا، دي ما حصلت. يعني الحاجات كلها كانت متاحة، عشان كده المعرض ده بقى جميل وشكله راق، ونحن مبسوطين شديد، مبسوطين بالضيوف اللي قاعدين ديل، وحاجة يعني في قمة الروعة. مشاهدي قناة النيل الأزرق ومتابعينا عبر هذه الفعالية، كانت هي احتفالية مؤسسة الزهراء القرآنية الخاصة بنين بنات، وهي تحتفل بالمعرض السنوي. شكرا مشاهدينا لكرم المتابعة، ختاما تقبلوا تحياتي والفريق العامل، إلى اللقاء.